وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. يحل علينا هذا الشهر الفضيل في ظل أزمة كورونا وهذه الضائقة المالية والاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا. نعاني نحن في الأردن من هذه الضائقة في عدد كبير من القطاعات، أهم قطاعين هما عمال المياومة وقطاع المطاعم الشعبية. عمال المياومة هذا القطاع الذي كان يوميا يحصل أجره يوما بيوم، وقطاع المطاعم الذي لا نصير له. مركز إدارة الأزمات اتخذ عدة إجراءات، لكن جميع هذه الإجراءات تناست عمال المياومة وقطاع المطاعم الشعبية. هذا القطاع الذي يضم عدد كبير من الأردنيين، بمئات الآلاف من الأسر الأردنية، لم يشملهم أي قرار، بالعكس كان لديهم هناك معضلات وأهمها الضمان الاجتماعي، لأن معظم هذا القطاع يضم فرد أو فردين في أي منشأة من هذه المنشآت ولم يكونوا مسجلين في الضمان الاجتماعي. أيضا قطاع المطاعم، أنشئت منصة لكن هذه المنصة لم تفي بالغرض ولم تحظى بأي اهتمام من مركز إدارة الأزمات، بحيث أن عدد كبير من قطاع المطاعم الشعبية لم يحصل على التراخيص المناسبة. ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك، لن أطيل عليكم في هذا الفيديو، لكن حبيت أوصل رسالة إنه هاتين الفئتين تعاني الكثير، خصوصا إنه شهر رمضان المبارك معروف عربيا وإسلاميا شهر استنزاف للموارد المالية. نأمل إن شاء الله من الحكومة الأردنية ومن مركز إدارة الأزمات أن ينظر إلى هذه الفئات، هذه الفئات التي كانت طول عمرها رافد إلى الاقتصاد الأردني، اليوم تعاني. بعض الأسر مهددة، وهذا كلام ليس جزافا بل هذا كلام واقعي. على مركز إدارة الأزمات النظر إلى هذين القطاعين، عمال المياومة وقطاع المطاعم الشعبية. عمال المياومة يصرخون، أسرهم تصرخ تنادي، كل حر كل شريف في هذا الوطن أنقذونا، نحن في ضائقة مالية لا معيل لنا سوى الله عز وجل. نأمل من الله أن تحل هذه المشكلة بأسرع وقت، رمضان على الأبواب، لم يبقى إلا يوم واحد، يجب اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة. صندوق الضمان الاجتماعي عليه أن يقوم بإجراءات حقيقية وفاعلة في دعم ورفض هذا القطاع، عمال المياومة والمطاعم الشعبية، هذا القطاع الاقتصادي الذي يضم آلاف آلاف المنشآت، يعاني ومهدد بخسائر وإغلاقات وبيوع لمحلات كبيرة. إن لم يكن هناك نظرة حقيقية لأن يعمل هذا القطاع في فترات معينة في هذا الشهر الفضيل، سوف تكون هناك كارثة اقتصادية بهذا القطاع. إلى اللقاء. يزعل إذا ابتل الطريق بالشتاء ولا برد، وصار الوطن سلة خبز والفار أكبر من أسد، وصار الحرامي أشكر يسرق ولا يخشى أحد، لأنه بصراحة مرتكز عنده بكل زقة سند، مثله حرامي مرتشي وتقاسم خير البلد وبتسأليه.